كذلك من الشبهات التي نشر بها الإلحاد والميل والبعد عن الدين استدلالهم الخاطئ بآيات فهموها خطأ من كتاب الله تعالى وأرادوا بها إغواء وإضلال المسلمين، كقوله تعالى لا إكراه في الدين من سورة البقرة، ومعناها الصحيح لا إكراه على الدخول في الإسلام، بل هناك ثلاث درجات في دعوة الناس إلى الإسلام. وأتلو لكم حديث من صحيح مسلم، انتبه عشان ما يغشوك العلمانيين يقول لك الإسلام ده دين حرب والإسلام ده كتل الناس وظلم الناس. اسمع الكلام ده كويس، هو في صحيح مسلم برقم 1731، واتمنى الحديث الناس كلهم يتعلموه ويحفظوه عشان يردبوه على الملاحدة الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب والعنف والتطرف. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. شوفوا الإسلام ده دي الرحمة كيف، ده لما ماشي للجهاد للقتال شوفوا الوصايا بتاعت الإسلام كيف، ما بيبدو بالقتال طوالي. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، الغلول السرقة من الغنيمة، ولا تغلوا ولا تغدروا ما تغدروا، ولا تمثلوا كافر كتلتوه ما تقطعوا تمثلوا زي ما بيسوون ناس داعش المتطرفين الإرهابيين الذين أساءوا للإسلام، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، طفل ما تقتلوا حتى لو طفل كفار ما تقتلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أدعوهم لثلاث حاجات، أي واحدة بس واحدة من الثلاثة دي قبلوها الكفار عديل أوعك تكاتلهم، أقبل منهم وخليهم ما تكاتلوا. طيب ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، واحد. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وده كان في أول الإسلام ونسخ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. أبو يسلم وأبو، أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا كل ذا أبوه فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يبقى الإسلام ده يقتل طوالي ولا ما ده يقتل طوالي؟ وكف عنهم. طيب فإنهم أبوا كل ذا فاستعن بالله وقاتلهم. والقتال والجهاد في سبيل الله كان موجود في كل الشرائع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن نبي الله سليمان قال لأطوفن اليوم على 100 امرأة من نسائي تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله كان موجود في الشرائع قبلنا. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ده الدين وده الإسلام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب قال لأعطين الراية غدا إلى أن قال انفذ على رسلك، ثم ادعهم حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. دي أول حاجة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.